ذي قار العمق. هذه المدينة اللي أنا حقيقة كثير أحبها كثير كثير. في الموسم الأول أحد ضيوفي كان من ذي قار وقلت كلمة، قلت أنا أحس نفسي ابن ذي قار. نعم. فلما انتقلت لبغداد، هل بقيت تتردد على ذي قار؟ هل ما زلت تتردد على ذي قار؟ إيش ذكرياتك في هذه المدينة؟ هي شوف، أي إنسان عنده انتماء لمكان، انتماء لوطن، انتماء يعني بالضبط أشبه لك إياها شلون هسه أي واحد خارج العراق، نعم، بلد العراق أكيد يسمع عن الخبر المفرح ويحزن لما يصير شيء بهذا البلد. فالناصرية أو ذي قار بشكل عام بحضارتها بتاريخها بشعرائها بفنانيها، هذا الانتماء أنا بالنسبة لي موجود وياي. جميل. بحسجة هاي المدينة. الله. يعني لما أنت تجي تشوف حرف الجيم شلون ينقلب ياء بهذه، ناسها من يحجون، يعني المحافظة الوحيدة اللي تختلف حتى بلهجتها. صحيح. عن باقي المحافظات. صحيح. العراقية المحافظة اللي يعني فتحنا عيننا على الشعر، الأدب، الثقافة، الحضارة. أنتقل لمحور آخر قد يكون مهم جدا، وهي بعض التواريخ في حياة الكبير. نعم. كريم محسن، في سنة 91 تخرجت من كلية الفنون الجميلة. نعم. أنا أريد يعني قبل التخرج، من دفعك إلى هذا المجال؟ يعني أكيد قبل أكو مقدمات. أنا قبل الكلية، نعم، أنا خريج معهد فنون جميلة، دخلت، نعم، معهد سنة 77، تخرجت سنة 82. نعم. تخرجت من الطلبة الأوائل. جميل. وبعدين بدأت فترة الحرب العراقية الإيرانية إلى 87، يلا قدرت ترجع نوبل الدراسة، أحصل دراسة في، نعم، كلية الفنون الجميلة. جميل. وتخرجت بال91، وهي حدث مهم في تاريخ العراق يعني. نعم. قصدك مع الحرب يعني؟ مع نعم، الحرب والحصار يعني. نعم نعم. في نفس الوقت، في نفس السنة هذه تخرجت من كلية الفنون. جميل. الجميلة. تاريخ آخر. نعم. هو سنة 94، عملت أول مسلسل لك في الأردن، وبأجور قليلة، لكنها بالمقابل يعني في زمن الحصار تعتبر أجور لا يحصل عليها الممثلين أو الممثلون في العراق. هذه قصة طبعاً يعني أشرح بها معاناة الفنان العراقي. يعني أنا كنت أول عمل لي ذئاب الليل الجزء الثاني اللي، نعم، عرفني بالجمهور. نعم.